السلام عليكم ورحمة الله طلاب الماجستير، أرجو أن تكون جميعا بخير. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح اليونت السابعة. كمان إن شاء الله بالفيديوهات القادمة إذا شفت نفسي يعني سيطرت أرجع باليونت السادسة، طبعا بعد ما أكمل الثامنة والتاسعة احتمال، يعني خلي أشوف بس الإجراء شنو راح يصير، يعني احتمال 10 تدخل عندنا وما تدخل عندنا بالنسبة للكتابين. فهذا الكتاب اللي هو التابع للريدنج والرايتنج اليونت السابعة راح نشرح بيه بعض الأشياء. حقيقة أنا راح أتطرق لأشياء أحلها أو أشياء أعوفها مثل التمارين، خلينا نقول واجب أو تمارين عليكم. أنا هذا الكتاب موجود عندي نسخة سوفت وير، اللي يحب أرسلها أو أنا راح أخليها بكل الأحوال على جوجل كلاس روم، حتى اللي ما عنده نسخة يعني ياخذها إذا يحب. وأعوف جزء من التمارين عليكم، يا ريت تحلوها وتطقوا لها صورة وترجعوا لي إياها على الجوجل كلاس روم أو على الإيميل. أنا راح أخلي الإيميل ويا الجوجل كلاس روم، يعني ويا الإشعار. خلي أبدي أشوف شنو راح ناخذ بهاي اليونت. راح أركز على جزء من عندها بالحقيقة، مو كليتها، يعني بس الأشياء اللي راح أقولكم عليها سواء أنا أطلبها من عندكم أو أنا أحلها هي اللي راح تكون مطلوبة. أما البقية فهي مو مهمة، يعني على الأقل نكسب بس الأشياء المهمة فيما تبقى من الوقت. فخلي أشوفكم شلون راح تمشي هاي اليونت اللي هي People Past and Present. فأشياء هو مركز عليهن هنا مثلا Using Original Sources, Using the Internet, Organizing Ideas, Okay, Adding Extra Information. هي هاي طبعا الجزء الكبير راح نركز عليه. فأول اللي هي جزء الريدنج، 3 famous writers. أكو بيها قطعة، القطعة موجودة طلاب صفحة 41. اللي بس أروح لها القطعة حتى أشوفكم بالضبط. هاي القطعة طبعا متكونة، هاي القطعة خلي أشوفكم إياها، هي أكيد عندكم بالكتاب راح تشوفوها. طبعا هي متكونة من F إلى G، يعني 7 أشياء، 7 مقاطع أو 7 باراجرافس إذا تحب تسميها. كل وحدة أو خلنا نقول كل 2 أو 3 بالحقيقة، أكو جزء من عدها 2 أو جزء من عدها 3 تحكي عنه شخصية. شخصيات من هم طلاب موجودة ذن الصور مالتهم، اللي هو ويليام شكسبير وأجاث كريستي وأحمد شوقي. أوكي، هذولا ذي يحكي عن حياتهم، عن الدور اللي قاموا بيه، عن الأشياء المشهورين بيها. عدنا أسئلة عليهم، أني راح القطعة ما راح أقرأها بالحقيقة، راح أخليها عليكم. يا ريت أنت هي موجودة عندك هنا، أنا قلت لكم أني راح أخلي هذا النسخة السوفت وير، أخليها على جوجل كلاس روم وأخذها ترجمها بالجوجل إذا تحب تترجمها هيك بعد أحسن، أو خلينا نقول لأن مرات الجوجل طبعا دا أقصد جوجل ترانسليت مو دائما ينطينا الترجمة الجيدة اللي إحنا نقبلها. فمثلا عندنا أشياء اللي ما فيما يخص الأسئلة مالتها، مثلا باو يقول look quickly at extract A to G on page 41 which ones are about. فعندك 2 على ويليام شكسبير، طبعا أنا هاي راح حتى don't worry، و2 على أجاث كريستي و3 على أحمد شوقي. خلي أحل لكم إياها. فخلي أروح على القطعة، قلت لكم هاي موجودة صفحة 41. كل السريع راح لها، يعني حاول مثلا هسه هاي اول وحدة ويليام شكسبير، فراح تكون اي ويليام شكسبير. الاف كذلك راح تكون اللي هو على شكسبير. احمد شوقي راح يكون عندنا البي على احمد شوقي، الاي على احمد شوقي بعد، وعندنا الدي على احمد شوقي، ولما تبقى اللي هو السي والجي راح تكون على اجاثا كريستي. هاي كلش بسيط وكلش يعني ما يحتاج. خلينا نرجع على الاسئلة الفوق. باو هسه هذا خلص، هذا الاول راح، هذا طبعا العفو سوري، طبعا هو اولا دا يقول لك اقراها وناقشها مع اللايف، يعني هاي القراءه راح تبقى عليكم. عندنا ثانيا هسه حلينا، ثالثا عوفها ما كلش مهم، لان هو دا يقول لك ابحث شوف ذولا شنو اشياءهم اذا تحب تسال عليهم بعد اكثر. زين نجي على هاي اللي هي مهم جدا بالنسبه لي، هذا اللي هو طبعا تابع للثالث. انا راح احلكم بس جزء من عنده، مثلا شكسبير وجاث كريستي واحمد شوقي.
فمثلا شنو مطلوب هنا؟ مثلا شكسبير شنو الكونتري البون مالته، يعني الولادة مالته، ايرلي لايف اند فاميلي الحياة الاولى والعائلة، بروفيشن الاختصاص مالته، فيموس مشهور فيه، والدث مالته والوفاة. فخلي اشوفكم مثلا شكسبير، راح نرجع على القطعة. مثلا شكسبير، ويليام شكسبير، اولا البون مالته راح يكون 1564، هذا البون مالته، الولادة مالته، خلاص انتهينا. طبعا هو انجليش، فراح يكون هو عندنا بريتش، او خلينا نقول من يعني الكونتري مالته راح يكون بريتن، طبعا الجنسية مالته بريتش، هو راح يكون عندنا بريتن، او تقدر تحب اذا تقول يو كي، يونايتد كينجدوم، فايز اوكي اوكي يعني هذا بالنسبة له. والبون مالته راح يكون عندنا هو في الفيموس. انت هنا أنا شوية طلابي راد شوية تفهم الكلمات، يعني هو فيموس فور وات، هو مشهور بشنو؟ فمثلا انا لين شوية قريتها بسرعة فراح امر عليها سريعا. مثلا هنا شي يقول، يقول شكسبيرز ريبيوتيشن، ريبيوتيشن معناها السمعة، خلينا نقول هو الفيموس مالته، اوكي، از دراماتيست بويت اند اكتر، فعده انه هما الثلاثة، كاتب دراما والشاعر والاكتر ممثل، فهذن الثلاثة هن اللي خصان بالنسبة له الفيموس فور. الدث مالته طبعا راح يكون عندنا 1616، هاي مالته. الايرلي لايف اند فاميلي هنا حتى سريع انا مرك اياها، مثلا هنا يقول عندنا طبعا هاي المكان مالته بانجلاند، اند ذات هي واز بروبابلي ادوكيتد ان، مثلا هو شوين ادوكيتد ان ذا تاون فري جرامر، يعني سكول، عفوا سكول، في مدرسة بسيطة او هيك بدون قواعد او من هالكلام، يعني قواعد اللغة الانجليزية، اللي هي 1582 مثل ما مذكور هنا. هي مارد ان هاثواي، اوكي، فتزوج هاي البنية، فراح يكون عندنا المعلومات اعتقد كاملة بالنسبة، بس خلي اشوفها بالنسبة بعد ما عندنا شي. يا ريت انتو تكملوا لي ذن المعلومات عن أجاثا كريستي وأحمد شوقي، مثل ما هسه بسيطة المعلومات، مو كلش يعني لا تدوخ نفسك بتفاصيل كبيرة، يا ريت مختصر مفيد عن كل واحد من دولة. رابعا هو طبعا رابعا أهم نقطة هنا عندي رابعا، اللي هو match the dictionary definitions with the words in bold from the text. بعض الطلاب عندنا تقريبا 8 كلمات بولد، بولد اللي هي طوخ يقصد بيها، راح اشوف لكم اياها. المهم انت تعرف معناها وتجي تعرف بالضبط هي متناسقة ويا جزء. هذا التمرين اني هم راح احله، فخلي اروح سريعا مثلا ذني بس اشوف لكم اياها وارجع. مثلا انا راح اذكر هنا أنا معناها، يعني حتى خاف ما تعرف معناها فشي، بس بالحقيقة قبل ما احلها، يعني اللي يحب او انا اتمنى جزء من عندكم انه هو يروح يعني يوقف الفيديو يحاول هو يحلها ويرجع يشيك ويا الحل. فمثلا هنا عندنا البلاي رايت هي كاتب مسرحي، بلاي رايت هي كاتب مسرحي، اوكي. عندنا تراجيدي يعني نقول حزن او شيء، ببلش تطبع، ill documented يعني قليلة المعلومات، author مؤلف، سوري شوية مرات بالحركة يصير عندنا الماوس، عندنا poet شاعر، وعندنا best seller يعني أحسن مبيعات، وعندنا آخر شيء هي الكوميديز اللي هي الكوميديا يعني المضحكة خلينا نقول. فخلي أرجع للأسئلة اللي طلبها من عندنا، فأنا راح سريع أنا أحاول هنا أنا. طبعا لين حتى ما أظل أروح أرجع راح أستخدم الكتاب أنا عندي على الأقل شوية شوية أسرع وقت، لأن هم ما أريد الفيديو حقيقة يصير كبير وربما ما يتحمل على اليوتيوب. فعندنا النقطة الأولى هي أولا فراغ someone who wrote poetry، راح يكون عندنا هي البوت اللي هي موجودة بالدي، اوكي، ما راح اروح لها من انا لان قلت لكم حتى ما اظل رايح جاي شوية راح ياخرنا هذا الموضوع. فراح يكون عندنا البوت اللي هي بدي السطر الاول اللي هي يعني الشاعر، اوكي. فثانيا راح يكون
if a subject is فراغ، طبعا عندنا فراغين، يعني إذا كان الموضوع هو فراغين there is a very little written information about it. إذا كان موضوع فراغ هو راح يكون عندنا قليل معلومات قليلة تكتب عنه، فهو راح يكون إذا كان موضوع ill documented يعني قليل المعلومات، هيك معناها ضعيف التوثيق، ضعيف خلينا نقول، اللي هو الحل راح يكون F السطر الثالث اللي هي الكلمة الوحيدة السوداء أو البولد بالF. عندنا ثالثا راح يكون عندنا أي فراغ is a book that that bought and very large number of people that is bought by very large of people، فراح يكون عندنا بس راح يكون عندنا جواب مالته أحسن مبيعا طبعا اللي هي best seller، أوكي، أو best seller خلينا نفترض، فراح يكون عندنا بالجي اللي هي هم بس البولد الوحيدة بالجي، تمام. فعندنا نمبر 5 علينا شوي عين، مرة تروح هناك مرة تجي هناك، شوي دي يصير عندي تأخير يعني، سوري التأخير يعني. لا أعتقد إحنا عندنا نمبر 4، سوري نمبر 4. if you have a book فراغ you have it prepared and printed for sale، يعني إذا أعتقد الجملة واضحة ما أحتاج أشرحها، إذا كان عندك كتاب مهيأ للطباعة فشيء، ف راح يكون عندنا if you have a book published، اوكي، فإذا كان عندنا book published يعني مطبوع، you have it prepared يعني انت محضرة للطباعة او خلينا نقول للبيع يعني. فراح يكون عندنا 5 نمبر 5 اي فراغ is a play that have sad ending، فعندنا play هنا يقصد بها طلاب معناها مسرحية، اذا كانت نهاياتها حزينة فبالتأكيد هي راح تكون tragedies اللي هي اي الجزء الاي يعني خلينا نقول السطور الخامس، الاي مو الكلمة الاولى، الكلمة الثانية بالاي، تمام. فعندنا نمبر 6 ان فراغ is someone who write books، يعني من اللي راح يكتب بوكس، راح طبعا هو يكون الاوثر اللي هي سي، تمام. فنمبر 7 اي فراغ someone who write plays، يعني اللي يكتب مسرحيات راح يكون عندنا البلاي رايت، اوكي، راح يكون عندنا بلاي رايت هو الكاتب المسرحي، اوكي. أعتقد أخيرا هو راح يكون عندنا أي فراغ is a play or film that makes you laugh، الشيء اللي يعني يخليك تضحك طبعا، هو راح يكون عندنا الكوميديز اللي هي الدي الكلمة الثانية، أوكي. فيا ريت قلت لكم وقف الفيديو حاول تحله قبل ما أشوف الحل مالتي وبعدين أرجع، تمام. خلي هسه نعبر على الجزء الآخر من الكتاب، فراح انزل بعد ما عندي هنا شيء، خلي يصير واضحة طلاب هاي الصفحة اللي هي خل اشوفها بالكتاب اللي هي صفحة 42، ما عندنا شيء بيها يعني، هي كلش اشياء مهمة، مثلا كيف تستخدم الانترنت الى اخره، كذلك الصفحة اللي بعدها طلاب مو كلش مهمة بالنسبة لي يعني، على الاقل قلت لكم انا شوي احاول اركز بس على الاشياء المهمة اللي اسوي بيها يعني. بس قبل ما اعبر هاي الصفحة بس خلي اشوفها قبل صفحة 43 طلاب، هاي مثلا على روجيه فيدرا هو حاذف 3 اشياء، اني اتمنى طبعا هذا لان هو هم ينحسب جزء من نقول مشاركة لكم الاكتيفيتيز الفعاليات اللي سويها، هذني شوف بس حتى ابسط لك اياها، هو شال جزء من ذني عن قصة حياة هذا اللاعب اللي هو لاعب تنس، اوكي، هذا اني قاطع 3 اشياء اللي هي هنا أنا. اوكي، فهو حتى اختصر اقول لك اقراها وحاول تخلي ذني بالاماكن المناسبة لهن اللي هي 1 2 3 1 2 3. انا اتمنى اللي يقدرون طلاب يعني حتى لو بس يشيل مثلا واحد منه يعني، حتى لو تقولها صورة يخلي مثلا واحد مثلا يخليها هنا وهنا 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 واثنين وهكذا. هاي الصفحة بيها بس في واحد مهم بالنسبة لي اريدكم شوية تتعلموا اللي هو adding extra information. طلاب بالنسبة للكتابة وانتو ان شاء الله خلال الفترة القادمة اذا الله سهل راح تبلشون بعملية البحث والكتابة، مرات
يقول لك انت شلون تضيف معلومات اللي هي adding extra information. مرات انت معلومات، اكو معلومات احنا نسميها معلومات ضرورية واكو معلومات اضافية. يعني مثلا هو جاي على 3 امثلة على روجر فيدرر، مثلا اين ولد، وين المكان مالته، اذني الاشياء المهمة. بس انا هذا بالنسبة لي الجزء راح اقرأ لكم يا باو. شو يقول؟ يقول use commas الفوارس and relative pronouns. هاي شوية مهمة، relative pronouns اللي هي راح تكون who for people, which for things and animals, and where for place but omit there. باعوا شو يقول؟ شوف هسه هنا شو مسوي، هنا جملتين. شو يقول؟ يقول Basel is a city in Switzerland. Okay. Roger Federer was born there. شوف هذا يريد يسويها جملة واحدة، اوكي؟ فش يقول؟ يقول باسل، حط الكلمة نزلها فارزة اللي هو قال يوز كوماز، وير الوير وين استخدمناها للبليسز، وير روجر فدرا، شوف هنا أنا جاب الجملة الثانية، واز بون، سد الفارزة، از ا سيتي ان سويسلاند. شوف شلون؟ طبعا هنا أنا ذير شالها خلى رأسا هاي، فهو لين قال اومت او احذف ذير، حذف هاي. فشوف هنا أنا وير روجر فيدرر واز بون، سد الفارز، اكمل هاي. مثلا لو تباوع تقول باسل از ا سيتي ان سويسرا، خلاص جملة اوكي ما بيها مشكلة. بس من سويت يعني اكسترا انفورميشن اللي هي كأنه بين قوسين هيجي باسل وير بروجكت، كأنه هاي انضافت بين قوسين، هاي نسميها اللي هي اكسترا انفورميشن. فيا ريت تتعلمون، او ربما يجيكم سؤال اللي هي طبعا بالصفحه اللي بعدها راح عندنا تمرين عليها، اللي هي هو فور بيبل، ويتش فور ثينكس اور انيمالز، وعندنا وير فور بليس. خلينا نروح للصفحه 44 اللي هي عن نيلسون مانديلا، راح تكون هاي مهم جدا بالنسبه للكتابة، خلينا نقول، أو بالنسبة عملية القراءة، حتى تشوف القراءة عند مضبوط مرتبة، أو أن ربما تحتاج بعملية الكتابة ترتيب الأحداث. باعش يقول اللي هي يقول organizing ideas، نظم الأفكار، راح أقرأ لكم إياها. يقول always consider carefully the most appropriate way to organize the information in your writing. كلش مهم طلاب، ان شاء الله قلت لكم خلال الفترة القادمة تبدي عملية الكتابة، مهم جدا انه انت تعرف شلون ترتب افكارك، يعني مو تجي تصفط افكار هيجي وتشتت القارئ. فش يقول؟ يقول when writing a biography for example، يعني عندما تكتب عن حياة شخص مثلا، it is usual to follow chronological order، يعني الترتيب الزمني، that is time order، يعني والذي هو time order. فهنا أنا مثلا ضارب لك مثل عن نيلسون مانديلا تعرفونه، فأنا راح أرتب لكم إياها، أنا هاي راح أحل لكم إياها. باوع شو يقول؟ يقول نيلسون مانديلا most famous politician in the world. هسه هو هذني 5 جمل، أولا لازم أنت ترتبهم بطريقة ترتيب زمني، وثانيا هنا أنا حتى بس أقول لكم هو إيش مطلوب. طبعا هو مطلوب من عندك تكتب تعبير عنه، بس أنا راح أختصر لكم إياها. يعني هو منطيكم اياها ذني، وش قايل؟ قايل استخدم الريلاتيف برونونز اللي هي هو، هاي، هو، ويتش، الى اخره، ذين اللي اخذناه، بالاضافه الى الاشياء اللي انت تربط الجمل بيناتهم. خلي اشوفك شلون احنا نمشي بهاي الطريقه. بعون هسه اذا جينا على الترتيب الزمني، الكرونولوجيكال اوردر، يا هو اللي راح نبديها، راح نبدي بهاي 1918. شوفوها طلاب هاي، فأكيد راح تكون هاي الجملة الأولى. طبعا انت اذا تريد ترتب زمنيا فراح تكون هاي عندك، هاي عندك، هاي زمنيا، بالإضافة إلى ترابط الأحداث. هسه راح نشوف مثلا شو يقول أول جملة. يقول مانديلا، شوف هذا الخط، هذا هو هسه اللي احنا لازم نحذفه. خلي بس أرجع لك مثل ما سوينا هناك، بس خلي بس أرجع لك على روجر فيدرر. شوف هناك سوى ماكو خطوط، هنا استخدم فوارز use commas and relative pronouns، هنا نفس الشيء احنا راح نستخدمها. فمثلا مانديلا born in South Africa in 1918، انتهى الخط.
هنا حتى نخلي الـ relative pronouns، نستخدم خلينا نقول the appropriate relative pronouns. احنا دا نحكي عن شنو؟ عن شخص، عن ولادة مالته. اوكي، اذا تحكي عن people فراح نقول مانديلا فارزة، نقول who was born in South Africa in 1918. سد الفارزة who was born، هسه هم ارجع لك عليها خلي بس سريعا. اوكي، وير مثلا براسل، هنا دي شفنا لين دي يحكي عن المكان، دي يحكي عن المكان. هسه هماتين شوية وراح نستخدم الوير من نجي على المكان. فخلي نرجع على نلسون مانديلا اللي هي راح يكون مانديلا who was born، الذي ولد in South Africa in 1918. اوكي، يعني نقول مثلا who was born in South Africa in 19. طبعا هنا ليش ما استخدمنا where؟ احنا نحكي عن شخص، يعني اذا نحكي مثلا لو جايبين South Africa مثلا بالبداية جاء هنا where he was born، كان قلنا where، بينما هنا بدينا باسمه نيلسون مانديلا who was born in South Africa in 1918. فارزة became the most famous statement in the world. تمام، خلصت هاي الجملة. اوكي، هسه هاي الجملة الأولى يعني بد حسب الترتيب الزمني. هسه من الترتيب الزمني راح تكون عندنا هنا الجملة الأخيرة، فراح يكون حتى انتهى طبعا هنا نقطة، راح حتى نخلي البرونونز المناسب شو نقول؟ نقول he was released from prison. هسه لين هاي جملة ثانية طلاب، جملة ثانية انت هم ما تقدر تبديها ب was released او فشي هيجي. مثلا استخدم ال خلينا نقول البرونونز المناسب، فراح يكون عندنا he was released from prison after 27 years in 1990 won the Nobel Peace Prize. هنا نشوف هم هاي علامة الاقتباس، هم لازم تستخدم ال appropriate خلينا نقول relative، وهنا راح الفارزة بس حتى اشيلها راح تكون هنا فارزة which was shared with president de Klerk. اوكي، which لان دي تحكي على which، على Nobel Prize، على شيء، فنقول عندنا which was shared with president de Klerk. اوكي، هسه هاي الجملة الثانية، خلي تحسب التسلسل الزمني هاي. اوكي، هماتين راح نبدي pronouns، نقول he became first diplomatically elected president of South Africa in 1994. اوكي، هاي هسه اللي هنا نقطة بقت عندنا هنا، هاي شوف هاي اخر جملة لان هي بعد اخر تسلسل الزمن هنا، الهاي اللي راح تكون جملة، فهاي الجملة راح تكون، فهاي الجملة حتى نضيف الضمير المناسب لها فراح يصير he was actively involved okay in the African National Congress and the fight against apartheid. طلاب apartheid هو شارحه هنا، شوف هنا apartheid معناه التمييز العنصري، فهنا ده نحكي عن شيء، فراح نقول هنا حتى نشيل هاي راح نكون هاي سوري بس حتى نشيلها. اوكي، هنا راح نصير فارزة نقول which was the separation of black and white people. اوكي، فالجملة الأخيرة راح تكون عندنا he retired، يعني هاي آخر شيء، يعني استقال from the politics in 2004 moved back to Ghana. هنا اشوف هنا الجملة راح نكون فارزة هنا where he was born، والذير تنشال مثل ما شفناها بالصفحة السابقة. اوكي، هاي مهمة طلاب. هسه يا ريت الحل مال اللي مثلا هسه اللي سويته اللي يعجبه، او اتمنى منكم انه انت تكتبها وترجع لي اياها على الاقل حتى اشوف يعني اللي فاهميها. اوكي، واذا
الصورة ما صارت واضحة، بلغوني يعني على الأقل حتى أحلكم إياها كتابة وأنشر لكم إياها على جوجل كلاس روم. تمام، بقت عندنا تمرينين أعتقد، خلي بس أشوفها. عندنا حقيقة هاي راح خلي حتى بس أقولكم، عندي هاي ثالثا، هاي الصفحة هسه عندي 45، عندي هاي ثالثا، هاي راح أخليها واجب بالنسبة لكم. ثالثا رابعا عوفها، أني راح أحل لكم هذا، اتركها هاي ثانيا، ربما يعني ولو مهمة بس يعني خلينا نقول وقت ما راح يسعفنا ما أعتقد. فهاي بخل بس أشوفكم قبل ما أروح على الأولى. فثالثا راح تكون ذني عندك كلمات وعندك 8 فراغات، 8 كلمات 8 فراغات، انت خلوها بالفراغات وحلها يعني كتابة، وطق لها صورة ودز لي اياها هذين التمرين، وخلي اني اصعد احل التمرين الفوق اللي هو عندنا هم 8 نقاط. خل بس اشوفكم هذا شنو راح يشتغل. فعندنا ريفيو اورجنايزنج فوكابولري 2، نمبر 1 يوز ووردز اند فريزز فروم ذا ويب سايت اكستراكت. هسه راح اشوفكم اياها on page 41 to complete the sentences. طلاب عندنا الكلمات اللي هن كان بولد، هسه اللي شفتهن اللي خلينا نقول اسود طوخ، استخدمهن وخليهم ذني الفراغات اللي هن موجودات بصفحه 41. شوفوا طلاب حتى انا ما اظل رايح جاي، يعني ارجع ولو احتمال ارجع لمره واحده على الاقل بس اشوف لكم اياها. وراح انا لان هسه الكتاب يمي هو موجود، انت هم ما تسوون يعني خلي هاي الواجهة يمك وشيك ويا الكتاب حتى تشوفون. فخل اشوفكم، خلي ارجع الصفحة 41 اوكي، واشوفكم بالضبط شنو المطلوب من عندنا. خلي بس ارجع بعد شوي هنا لان ثقيلة هذا الاكروبات ريدر. هاي طلاب هاي الصفحة، هو شي يريد من عندكم، بس خلي ارجع شوي لين هذا ثقيل الاكروبات. شوفوا هذني الكلمات اللي هي هاي البلاي رايت، الببلشت، الدوكيومنتيد، الاوثر، ذن الكلمات اللي هن هسه روح استخدمهم ذنيج الفراغات اللي هسه حكينا بيهن. فخلي ارجع الفراغات، انا راح اقراها واحلكم اياها، والتمرين الجوار راح يبقى هو عليكم. شوفوا عين هسه هاي خلي اوكي، هاي راح اقرا لكم ترجمها واني حتى شوي اكسب الوقت. يقول the life of philosopher Socrates is فراغ، so there are very few facts about him. يعني حياة سقراط هي فراغ، لذلك القليل من الحقائق عنه. لما شخص او شيء قليل الحقائق عنه، شو استخدمنا المصطلح؟ انا اقول لك اياها، راح يكون مصطلح اللي هو ill documented اللي هي موجودة بالجزء F اوكي، صفحة 41 ill documented. زين، ثانيا راح تكون مولير is a famous French، طبعا يعني سوري اذا انا لفظته مو صحيح لان هو اسم فرنسي اعتقد بالفرنسي ما يلفظ هيج. على كل حال فراغ، one of the most famous plays is the يعني مايزر اعتقد، يمكن موزه بالفرنسي يبدو هيج اللفظ مالها، بس مو مهم. المهم عندي انا هالفراغ، فخلي نقول هسه هذا الشخص الفرنسي هو مشهور، يعني مشهور بواحد يعني one of the most famous plays، يعني اشهر مسرحية الى هي المايزر او موزيا. فراح الفراغ راح يكون عندنا يعني البلاي رايت اللي هي بالاي اوكي، اول وحدة بالاي يعني كاتب مسرحي اللي نحكي هنا على البلايز او المسرحيات. تمام، راح يكون عندنا هنا البلاي رايت. تمام، هلمت تعرفوها مشهورة is an example of a فراغ it has an happy ending. يعني هي ما دام هي unhappy ending فبالنتيجة هي راح تكون تراجيدي، يعني
هي فراغ على التراجيدي اللي هي راح تكون ان هابي اندينج. نمبر 4 ذا بوك از فراغ باي اكسفورد يونيفرس. طبعا هاي كلش بسيط، يعني راح يكون ذا بوك از ببلشد، يعني طبع بال اكسفورد، يعني طابعة جامعة اكسفورد. تمام. فيكرام سيث، اوكي اعتقد هذا الاسم مالته. فيكرام سيث از ا فيموس انديان فراغ. He has written many books. يعني هذا الشخص هو خلينا نقول شخص هندي اللي هو كتب عدة كتب، فاللي يكتب عدة كتب هو راح يكون بالنتيجة هو author. اوكي راح يكون عندنا يعني is a famous Indian author اللي هي موجودة بالسي. اوكي طبعا الببلشت اللي مال اكسفورد راح يكون عندنا بالاي، حتى شوفوها هنا عندنا بالسي. تمام صفحة، ده نحكي على صفحة 41. عندنا سادسا نمبر 6 ايربورت بوك شوب اوفن اونلي سيل، يعني البوك شوب مال المطار اوكي دائما او فقط يبيع فراغ the most popular and widely read books اللي راح يكون عندنا هي best seller، يعني احسن مبيعات اللي هي بتجي. تمام يعني الكتب اللي احسن مبيعا اللي هي دائما المقروءة باكثر، يعني اكثر مقروءة ومشهورة. اوكي فعندنا نمبر 7 سابعا جون كيتس is a famous Briton فراغ his most famous poet. هاي مدام بوت راح يكون بالعفو سوري اسف بوم راح يكون هو يعني هنا أنا شعر، راح يكون عندنا poet، يعني هو راح يكون is a famous British poet، يعني شاعر انجليزي مشهور. his most famous poem يعني اشهر قصيدة له او شعر is to autumn، يعني الى الخريف. للخريف. اخيرا نمبر 8 I prefer to see فراغ at the theater because they make me laugh. مادام اكو لاف، يعني مادام اكو لاف فراح يكون عندنا هي الكوميديز. ف I prefer to see comedies at theater، يعني افضل المسرحيات خلينا نقول كوميدي على المسرح. اوكي لان هي تخليني اضحك. طبعا الاثنينات الكوميديز والبوت موجودة بالدي. تمام فهذا التمرين هاي نحل. فعدنا اخيرا يعني عندنا هذا راح يبقى عليكم هذا اوكي، والبقية السابقة اللي انطيتكم اياها، وان شاء الله خلال يعني كل اسبوع انزل لكم فيديو اوكي على اللي ما نكمل ان شاء الله، وان شاء الله الله يسهل للجميع. شكرا جزيلا.